منذ انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، زيارات ميدانية لمراقبة اللجان البلدية المكلفة بالعملية يقوم بها أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وصلنا حتى لأقصى بلدية الشرق الجزائري، وين كانت الأمور بكل شفافية، بكل أمور تقنية لمتابعة الأسماء الحقيقية التي لابد أن تكون على هذه القائمة. كي نقول أسماء راح نقول مباشرة التعداد الرسمي. بالموازاة مع ذلك، تستمر عملية استقبال ملفات الراغبين في الترشح للرئاسيات. على مدار 12 ساعة يومياً يقوم أعضاء السلطة بتسليم الاستمارات. هذا النشاط الذي لا ينقطع من 8 صباحاً ويستمر الدوام فيه إلى 8 مساءً لاستقبال المترشحين. العدد الآن وصل حتى 118 مترشح لحد الآن، والاستقبال راه يتم بكل شفافية. عملية أخرى تكمل مسار العمليتين السابقتين، وهي المصادقة على التوقيعات. فكيف تتم؟ أن الحضور قلنا يجب أن يكون حضورا فعليا حقيقيا عن طريق التأكد من الشخص المثيل أمام الموثق. هذا عمل يومي بالنسبة للموثق، باستظهار بطاقة الهوية، ثم أن يكون هذا الشخص الموقع يحمل بطاقة الناخب أو شهادة تثبت بأنه مسجل على القوائم الانتخابية في انتظار حصوله، لأنه لا يمكن أن يقدم توقيعا وهو أصلا ليس ناخبا. المسألة الثالثة أن يتأكد الموثق من الإقامة، أن الشخص الذي يأتي للتوقيع ويذكر مكان يعني موطن إقامته، يجب أن يكون الموطن المذكور في الاستمارة هو نفس الموطن المذكور في بطاقة التعريف. لكن ميدانيا يواجه الراغبون في الترشح عراقيل عدة من طرف الجهات المعنية بالمصادقة على التوقيعات. كنا ننتظر مثل هذه التصرفات من بعض الأمناء لبعض البلديات بأنهم يعرقلون هذه العملية. الآن السلطة أظن أنها قامت بالتبليغ بهذا الخصوص للجهات المعنية لضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لأن الأمناء العامون وعلى خلاف رؤساء البلدية اللي هم منتخبون هم مكلفون بهذه الخدمة، وهم مسخرون من قبل السيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للقيام بهذا العمل. 500,000 موظف لتأطير العملية الانتخابية، إضافة إلى تزويد الولايات بأنظمة إلكترونية تضمن الربط الآني بين كل الأعضاء، من بين ما سخرته السلطة الوطنية المستقلة لمواجهة تحدي ضمان وشفافية العملية الانتخابية.